جميل ان كل مشكلاتنا اللي تم رصدها خلال الفتره اللي فاتت الحوار الوطني مهتم بيها بشكل كبير جدا، عشان كده جلسات الحوار الوطني ناقشت ملفات مهمه. عشان كده احنا دلوقتي معانا لقاء مع الدكتور باسل عادل البرلماني والسياسي. الحقيقه النهارده اعلنا فعلا في لجنه التعليم ما قبل الجامعي تدشين كتله الحوار من مجلس الامناء، وانا بشرف برئاسه مجلس امناء كتله الحوار، ومعايا 20 شخصيه ما بين اكاديميين ونواب وسياسيين. والحقيقه طلبنا من الدكتور ديا رشوان اعتمادنا ككيان سياسي في الحوار كاحد اولى افرازات الحوار الوطني. عايز اقول لك الفكره جت ازاي. الفكره جت ان انا طبعا حضرت اكتر من لجنه في الحوار وشفت افرازات في الحوار هايله، وفي شخوص ظهرت ولمعت وعندها رؤى وافكار واضحه جدا وجايه بقلبها عشان تقف جنب البلد وتحل، مش جايه تتخانق ولا جايه تعاتب على اللي فات، ده جايه تضع حلول وبدائل. يعني في هذه المره نستطيع القول ان الحوار مختلف، ان الحوار بناء، ان الحوار مثمر، ان الحوار مفتوح على مصراعيه لكل فئات المجتمع واطيافه من سياسيين واقتصاديين. يعني الحقيقه دي الممارسه اللي احنا شفناها، ان الحوار مفتوح، ان بيدعى من كل الاطياف سواء احزاب او شخصيات عامه او متخصصين او خبراء، يعني في النهايه او كيانات شبابيه وكيانات سياسيه، واحنا شايفين تعدد الرؤى. من رحم الحوار وافرازاته انا لقيت فيه مجموعه منطقة اتكلمت معاهم وتحاورت معاهم في الجلسات اللي فاتت، وقررنا ان احنا نكون كتله ما بيننا، كتله للحوار، بحيث ندعم بعض بالاراء والافكار، نقدم حلول وبدائل. احنا اعتراضنا ممكن تبقى على القضايا بس مش على الشخوص، نبعد عن منطقه المعارضه وتسجيل النقاط، واحنا مش في المنطقه دي ولا منطقه اخرى ممكن يبقى فيها تهليل. احنا الشغل الكويس متاكدين ان احنا هنقول عنه كويس، ومش بس هنقول، احنا كمان هنقول ليه مش كويس، والحاجات اللي احنا معترضين عليها هننوه عنها ونقدم حلول وبدائل ونقول احنا ليه معترضين عليها. احنا في منطقه دافئه بتدور على مصلحة الوطن، كل القامات اللي معانا متفق على ده، كل قراراتنا بالتصويت، كل قراراتنا جماعية، عندنا إن شاء الله رؤى كتيرة متماسكة في معظم القضايا في الحوار. طيب لو حابب أتكلم معاك النهاردة عن محور، وكنت حضرتك يعني حاضر في هذا المحور وتم الإعلان وتدشين كتلة الحوار عن فكرة التعليم ما قبل الجامعي، بالطبع أكيد لكم رؤية مختلفة طبعاً. متنوعة، أتمنى تكون ثاقبة. ما الذي شاهدته اليوم وأنا أرى على وجهك يعني التفاؤل، وأرى أيضا يعني أن هناك يعني تفاعل من كافة المتفاعلين داخل الجلسة، رؤيتكم للتعليم ما قبل الجامعي وأثره على التنمية وأيضا الحوار المجتمعي الحاصل في مصر الآن؟ شوف أنا متفائل جدا من الحوار، يعني على ذكر كلمة التفاؤل، ومتفائل باللي أنا بشوفه وبسمعه. مصر قامتها كبيرة، والحقيقة مصر كبيرة ومصر كفاءاتها عظيمة وبتقدم رؤى، يعني في تغريد بيحصل في الجلسات في رؤى هايلة. احنا قدمنا رؤية متماسكة كبيرة باسم كتلة الحوار، دي أول مرة نقدم الرؤية النهاردة باسم الكتلة بعد الجلسة، لكن عايز أقول لحضرتك بعض النقاط اللي فيها. يعني أزمة التعليم أزمة ليها علاقة بالتمويل بالتأكيد، فإحنا عندنا فكرة كده عن دمج العمل الأهلي المحلي مع المدارس الحكومية، يبقى في جزء من التمويل من خارج الدولة. الدولة دي فيها مليون طالب أو أكتر في كل مرحلة دراسية في التعليم ما قبل، حمل كبير. في دول حوالينا ما فيهاش المليون ده، لا يعني طبعا تعداد أكيد. الشعب اقل من الدول هو الطلبه في التعليم الجامعي او ما قبل الجامعي، يعني فحمل كبير جدا على الدوله. احنا بندور ازاي نساعد فيه، بندور على برنامج للتوأمه ما بين المدارس الخاصه والدوليه والمدارس الحكوميه في كل منطقه محليه، والدمج ده يبقى ليه علاقه بالمناهج وتطوير المناهج والتعليم والتعاون برضو في الهيئات الدراسيه. المدرس لازم احواله تتحسن، لازم نلاقي طريقه، وده اللي بنتكلم فيه في دمج العمل الاهلي. جزء من رؤانا الحقيقة احنا شايفين ان هيئة الابنية التعليمية بقت عبء على موازنة التربية والتعليم، وانه ان الاوان بعد انشاء مدارس كتيرة جدا انه تتحرر الوزارة من تمويل الهيئة دي، ويتم مسألة البناء عن طريق مناقصات. كل دي تفاصيل صغيرة تقدروا تبنوا عليها وتطلع منها مخرجات حوار. انا عايز اتكلم عن الهيدلاين الرئيسي في مخرجات الحوار الوطني حتى هذه اللحظة. طبعا الحوار الوطني في، يعني اكلمك الاول على المحور السياسي، بما انك راجل سياسي فانا ده محور مهم. طبعا احنا كان لينا مشاركه هامه في محور مباشره الحقوق السياسيه وقانون الانتخابات،
وأنا بشوف أنه مصر في الفترة دي محتاجة قانون للقائمة المطلقة والقائمة النسبية. تمام. أنه الدمج ما بينهم مسألة مهمة، والقائمة النسبية ممكن أن أفراد تبقى منقوصة، معلش أكلمك في تفاصيل لا فنية يعني، لا بس يعني في المحور السياسي يعني هي تفاصيل فنية بس مهمة، بحيث أن القانون يتيح للأحزاب أن هي تبقى موجودة ممثلة. خلينا رؤية في قانون الأحزاب برضو عن تمكين الأحزاب، عدم سيطرة رجال الأعمال على الأحزاب، انه ما يبقاش فيه تضييق من الدوله على الاحزاب، انه عايزين نعمل ترقيه للجنه الاحزاب تبقى مفوضيه ليها علاقه بالاحزاب بتقف معاها، بتمنع سيطره المال على السياسه او تزوج المال للسياسه. يعني افكار كتيره ورؤى قدمناها، وقدمنا كمان في المحور الاقتصادي. ده في المحور السياسي. المحور الاقتصادي فيه اهداف كتيره، وده يمكن تابعناه في مبادرات كتيره، يمكن على راسها مبادره ابدا اللي بتحاول تدعم الصناعه بشكل كبير، وتحاول مساعده المستثمرين والمصانع المتوقفه وما الى ذلك. تابعت حضرتك المحور ده ازاي؟ طبعا في المجال الصناعه مبادره ابدا دي مبادره هايله، وفي استراتيجيه معموله في الصناعه يعني عاملاها وزاره الصناعه، ودي مسائل لازم تفعل. انا الحقيقه اكتر حاجه بتضايقني المصانع المقفوله اللي في كل مكان، او اللي بيفتح مصنع ويواجه بالبيروقراطيه والمشاكل والمعوقات، او انه ما يعرفش يفتح مصنع، وده الرئيس لما اتكلم عن الرخصه في خلال 10 ايام انه 12 يوم ان الرخصه على طول تفعل. كل الحلول دي يعني حلول مهمه. احنا بس كان عندنا طرح عايز اضيفه على مساله المجلس الاقتصادي الاعلى، ده احنا محتاجينه في البلد لتنظيم، ويبقى مايسترو للسياسات ويرسم استراتيجيه لمده 5 سنين تبقى فاعله. وكمان اقترحنا بان يبقى في وزير اقتصاد، لانه الاقتصاد ما بيتحلش بالجزئيه، يعني مش بس سياسات مصرفيه، مش فايده تعلى ولا تنزل، هي مجموعه حزم من الاجراءات كلها بتبقى متصله ببعض. طيب في نقاط عاجله وسريعه، لو بنوجه عن فكره التوعيه بمخاطر سواء بقى زياده السكانيه والتعليم ما قبل الجامعي، بنوجه الرسائل دي لمين؟ طبعا بنوجهها للشعب. مساله الزياده السكانيه يعني عبء كبير على الدوله، بس كمان انا بشوف ان احنا محتاجين نحول هذا العبء ده لميزه، انه انا ممكن اعتمد الصناعات كثيفه العماله، يعني يبقى عندي عماله كتير واعتمد صناعات كثيفه العماله، وابتدي اتعامل مع الافراد الكتير في المجتمع انهم اداه للانتاج زي الصين وزي بلاد كتير.